استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى هذا اليوم في قصر الصافرية سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة يرافقه السيد فرانسيسكو خافير غوميز غونزاليس المدير العام لمدرسة قرطبة الإسبانية للفروسية والذي تشرف بإهداء جلالة الملك المعظم فرسا أندلسيا وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا إهداء منوها حفظه الله بجمال الخيل الأندلسية وما تتميز به في السباقات الخاصة للترويض، كما أكد جلالته على الدور المهم الذي تمثله رياضة الفروسية في تعزيز علاقات الصداقة بين مختلف الدول، ومد جسور التعارف والتقارب، وترسيخ قيم المحبة بين جميع شعوب العالم، وقد تشرف وزير شؤون البلديات والزراعة بإهداء جلالة الملك المعظم مجسم لحصان عربي بمناسبة معرض الإنتاج الحيواني والزراعي مراعي 2024 الذي صممه الفنان الأرجنتيني أوغستو دانييل غالو ومن جانبه أعرب المدير العام لمدرسة قرطبة الإسبانية للفروسية عن خلص شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على حفاوة الاستقبال مشيدا بما تمتلكه المملكة من أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة وما حققته من نجاحات وإنجازات رائدة في رياضة مكنتها من حصد العديد من الأشياء. الألقاب في سباقات الخيل علي المستويين الإقليمي والعالمي